عسلامة. مرحبا. عسلامة. لباس؟ الحمد لله. حبينا نحكي شوية على الوضع المعيشي والوضعية زادة متاع الموظف في تونس. بالنسبة للوضعية المعيشة، بالنسبة للمعيشة ما عادش حتى واحد خال ترى، الناس كل كيف كيف، ما عادش الفلوس ما عادش تصرف، يعني تجبت 20 كان جبت دينار كيمك ما فهم بالضبط، ما نعرفش شنو بالضبط الحكايه، فهمت؟ مش كيما قبل كيما تو بصراحه، فهمت؟ هو بيان سور هو معناها واضح، معناها هذا الكل. قلت لي اللي وضعيه الموظف تغيرت على قبل برشا. الموظف مش كيما قبل كيما تو، يعني قلت لي كيف وكيف اي مواطن اخر. الموظف كان قبل يحلنا يحلنا على الطبخه اللي تحته هو، فهمت بالضبط؟ شنو معناتها يحن؟ يعني ينجم يعطيه، فهمت بالضبط؟ الموظف نقولوا احنا طبقه متوسطه. طبقه متوسطه تو ما عادش، فهمت بالضبط؟ الطبقه المتوسطه هو بط وزد، او الطبقه اللي المتوسطه زد صوت، فهمت برشا، فهمت بالضبط؟ يعني الناس كل كيف كيف، يعني كل موظف كل كلها كيف، يعني كل موظف كل الخدام كلها كي بعضها، راهو صدقيني كلها كي بعضها، فهمت بالضبط؟ تو سامحني، مثال الموظف شنو يخلص؟ ما الماكسيموم النهائي يخلص في 1,300,000. نقولوا 1.5 مليون احنا. نقولوا 1.5 مليون. مليون ونص شنو باش تعمل لهم 1.5 مليون؟ يا هو صدقيني، هاو فما ناس تلاقي في الدبابز وفما تتصور مساكن في 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 في, في 30 مش خالتين، فهمت بالضبط؟ ما مش خالتين، هو زاد كيف كيف الموظف، اخي الموظف مو كيما المواطن، عنده الماء، عنده الضوء، عنده وراه ماخو كرمة، عنده ليسونس، عنده قرض، عنده برشا حاجات، يعني الناس كل كيف كيف، وتلقى ديما مسكين في الروش، كيف كيف، كل موظف كل الخدام كلها كبعضها، صدقيني تو في تونس، بالنسبة لتونس كلها كلها كبعضها. نجم نقولوا معناك الموظف كيما العامل اليومي اليوم، معناها نفس يدخلوا في نفس الفلوس؟ لا مش كيما العامل اليومي، مش كيف، فهمت؟ مش كيما البطال زايدة، مش كيما البطال، فهمت؟ يعني البطال ديما عنده دخل شهري، ديما تو الموظف ديما يتميز خير، يعني هاكو يصرف هاكو ياكل، فهمت؟ هاكو يشرب، فهمت بالضبط؟ امتيازات، امتيازات، اما ديما حاجة محدودة، فهمت؟ ياخذ قروض، ينجم ياخذ قروض، مش كيما البطال، فهمت بالضبط؟ تو كيما البطال مسكين زاد، فهمت؟ كيف مش كيف كيف، فهمت؟ مش كيما الخدام، مش كيما البطال، مش كيما هو، فهمت بالضبط؟ هما يحمدوا ربي، فهمت بالضبط؟ اللي بشر يعني اكل مهمه كي معايش ولاده ومع وعانوا ومريقوا الامور، ويحتمروا عنده دار، يحتمل، فهمت؟ مش كيما البطال مسكين ما عنده حد شيء، فهمت؟ قادم تلقاه قادم على عرس، قادم على حاجه، مسكين معاش خالد، فهمت بالضبط؟ وان شاء الله ربي يقدر خير، والله صدقيني صدقيني ربي يقدر خير من هالبلاد بصراحه، والنبي والنبي محمد والله. انت كموظف من وقتاش وليت ترى انه في الوضعيه نتاعكم تبدلت على قبل؟ يعني الموظف انا نتفكر كان الموظف يفضل من شهريته. ممكن انا قلت لك انا في الاخزر من قبل من 2008 2009 وانت ماشي فك التالي وقتها كان، فهمت؟ الموظف كان، فهمت بالضبط؟ اما تو ليه يعني ريت تو 10 سنين ضم بعد ليه كلها كبعضها، فهمت بالضبط؟ اما كما قلت لك حاله خير من حاله، مش كيما الخدام، مش كيما الموظف، فهمت؟ فما ناس انسان بطال، فهمت مثال؟ تو كيما انا عندي ولدي مثلا متخرج، عنده برشا مسكين متخرج وماهوش يخدم، فهمت؟ ما لقاش خدمه، فهمت؟ بطال، فهمت بالضبط؟ يعني كلها كبعضها زايده، فهمت بالضبط؟ وربي يقدر خير، فهمت؟ ما تكبش عليك، فهمت؟ أهم حاجة يخمم فيها المواطن اليوم هي القفة الحقيقة، وهذا أكثر موضوع يحبوا يحكيوا فيه. ديما تسمع كاين الدنيا غليت نار. إيه تسمع الدنيا غليت بطبيعة الحال، هاني قلت لك أنا، قلت لك تجبد 20,000 كانك ما راهش مش بد حتى شيء، فهمت بالضبط؟ أنت مصروفك الصباح بركة، فهمت؟ ما بين ترونسبور، ما بين مثل باش تاكل، فهمت؟ فهمت؟ خلي ما نحكوش اللي عنده أولاد، فهمت بالضبط؟ من اللمجة نتاعهم بركة 15,000 يجيبهم بالراحة، فهمت بالضبط؟ يعني تعمل عملية حسابية، فهمت بالضبط؟ هو ما كذبش اللي قال اللي يلزموا المواطن 4,200,000 باش يعيش، راهو كيفاش قسم لنا 4,200,000 مسيو؟ كيفاش تقسمهم 4,200,000؟ 4,200,000 هاني قلت لك أنا تو تعمل عملية حسابية بالضبط، فهمت؟ كي ما يصرفش ما يصرفش، خاطر هو ريسك قد ما يصرف، قد ما يخلص قد ما يصرف، راه يخفي 1,500,000. هذه هي الفكرة حتى أنا اللي عندي، يعني على قد ما تخلص على قد ما يصرف، فهمت بالضبط؟ تولي متطلبات حاجات أخرين مثلا، معناها حتى كي تاخذ في 10 ملايين أنت تلقى روحك ناقص. ما نحبش ناكل مثل اللحم، ما نجمش، ما نخلطش، مش كيما موظف مثالي يولي يصرف، كي يخلص يولي يصرف، فهمت بالضبط؟ ياخذ لك اللحم، ياخذ لك برشا حاجات، فهمت؟ مش كيما الخدام، فهمت كيفاه؟ قد ما يخلص قد ما يصرف، كلها كبعضها، صدقيني كلها كبعضها. فهمت بالضبط؟ وربي يقدر خيرك. هي الكل كي بعضها، لكن فقط طريقة العيش تختلف.
اي طريقه العيش تختلف. كيما الدخل الشهري نتاعو قوي زاد ينجم يقعد موسيل ويتسلف زادا، كيما زاد اللي الدخل الشهري نتاعو ضعيف كيف كيف زادا باش يصرفهم وباش يتسلف. الحاجه الوحيده اللي تفرق انه الاخر يشري في برشا حاجات وياكل في ماكله خير برشا. خير برشا فهمت، حتى من ولاده مثال يكون باش يلبسوا في لبسه في لبسه فهم، ما يلبسلكش لبسه كيك برا فهمت، حب يلبسك ما اغلى خاطر يشوف بوه يخلص واحد كل شيء يلزمه باش يلقى روحه حتى كان ب 10 ملايين قد عايش. بالضبط يعني كيف كيف فهمت كيف وكاو هذيك هي يعني كلها كي بعضها صدقيني والله كلها كي بعض. اما كيما حكيت لك بالضبط اللي عنده فلوس اللي يخلص فهمت اكثر يصرف اكثر فهمت بالضبط، يعني كيف كلها كي بعضها تشوف فيها. زاد اليوم الموظف معناها اغلبيتهم ماخذين قروض يواجهوا في مشاكل كل شهر. مشاكل نتاع قروض اي فهمت، والكثريه تلقاها في الروج زاد راه كلها كي بعضها راه تلقاها في الروج زاد فهمت، يمشي البنك تلقاه شهر على شهر هو ماشي فهمت، يكمل القرض هذاك يمشي يخلك قرض اخر وكيك هو ماشي كيك فهمت. خلي ما نحكوش احنا اللي مثل مخو قرض على باش ياخذ مخو دار فهمت 25 سنه وهو يخلص فهمت، عباره كاين وكاين. في الاخر يصبح ملاك بعد 25 سنه يصبح ملاك. مش كل خير من اللي بعد 25 سنه كري يصبح هكاك معناها. بعد 25 سنه اي خير من مثال واحد كري يعني يكري ويمشي، مش كيما واحد هكا مش كيما مثل لك مش كيما مثل واحد مش كيما مثل بعد 25 سنه مثل واحد باش مش كيما مثل واحد بعد 25 باش يملك كيما قلت انت فهمت، مش كيما الكاري هكا يكري عباره كاينه عنده كمبيال مسكين فهمت. انت مسيو موظف هكا ولا معناها واجهت المشاكل هذيا نتاع انك تاخذ قرض وتقعد تخلص فيه كل شهر وشهريتك ما تاخذهاش كامله؟ اي واجهتها بالحق واجهتها فهمت بالضبط، وما نكذبش عليك مازلت تو نواجه فيها فهمت بالضبط، ديما فهم بعد ما تعرف واحد كيبدا عنده اولاد فهمت تقرا وواحد وكل شيء فهمت، تلقاه في الجامعه تلقاه ما عرف شنو مصروف برشا صدقيني والله والله مصروف راهي ما عندك ما تتصور فهمت بالضبط فهمت، وديما كالعاده كيك فهمت بالضبط، ديما مره امشي هاو البنك بالله يسلفني بجا ربي من هنا فهمت، وعلى الروج ديما على الروج فما هكاك فهمت بالضبط، خاطر راهي المليون ونص راهو المليون ونص والزملين راهي ما عادش تعمل حتى شيء راه والله خاصة تعمل في حالة واحدة انك تكون ما عندكش لا مرأة لا صغار لا شيء وعايش مع داركم وتخلص فيهم يعني ولديك فهمت اوكي وتجيك حاجة اللي تصرف خاطر فما شهر تجيك حالة تصرف أكثر من فهمت بالضبط، تجي تشوف روحك تو نجو مثال العيد نجو مثال العيد تو العيد تشوف العيد أقل عيد تلقاه بمليون ومليون تلقاه قد الصرف فهمت بالضبط، مش كيما مثلا باش ياخذ مليون ونص ومليون فهمت يعني مصروف فهمت بالضبط، وبرشا ناس تلقاه ياخذ قرض على العيد صدقيني ياخذ قرض باش ياخذ لك العيد فهمت يعني مصروف فهمت، وربي ان شاء الله يقدر خير وربي كيما يقولوا فيها يعطيك الصحة يا مسيو. شكرا.